اجى اول شي على الشباب الكبار، صار معهم كرباج هيك اسود ورابطينه ميلتين، صار يقتلهم 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 لحتى الجلد هون فتح هيك. اكشن. بعدين جابني انا بس ربطني زتني غرفة وشو حاطني؟ شاغل بالكرز من قبل؟ لا اول مرة؟ ايه بس باللوز من جاس اكشغل فيه. يلا خبرني شو شاغل اشياء من قبل؟ تفاح، دراج، خوخ، عنب، لوز، انجاز، هدول. حكيت أول مرة كرز؟ إيه. أول مرة وآخر مرة؟ آخر مرة توه بس بطلع لفوق. نحن كنا رايحين لنشتغل، وصلنا الساعة 10 بالليل مع الزلمة. اما لقينا نحن ورايحين الصبح لنشتغل، ام كمشونا دغري قالوا لنا انتم سرقين، قال سرقنا عوينات. قال وين النظارات؟ وين النظارات؟ قال لا لا انتم سرقتون، انا نروح ندور على العين، لان ما لنا نحن من على فين. دورنا على ما لقينا شيء، قال اطلعوا لفوق. طلعونا على غرفه اعطاني طبق وبلشوا فينا قتله ويضربونا كهرباء ويعذبونا كثير. امي هون وبي هون. هون كمان مطبخ بنغسل هون. يعني منظر مو بالعقل. وقت اللي اجى معهم واحد اسمه ما ادري شو اسمه، اسمه طوني عساكر، معك بس كهرباء انا هون اعمل لي عم درع الشباب الصغار اللي قد هيك. اجى علينا كمان نفس الكرباج بنبريج وعصي، كان معه شيء اسا سبعه. السبعه عم بيقتلوا، انا هجموا علي اثنين، الشباب اللي معنا صارت تتأشهد. بدنا نزيد حالنا من تاني طابق كنا. المهم دقوا للمخابرات، كان معهم سكاكين، وقت اللي اجت المخابرات زدتوا سكاكين لتحت وشافوا المخابرات سكاكين تحت بس معكم، اجوا وصاروا يضربوا، وصار المخابرات تضربنا معهم، ضربوا هون بيجروا هون. وين اجت الضربه؟ هون. بعدين بس من ضربني هون بس رحنا على هاي المستنجه وركبوا لي سيرون، قال بس بدي صوره، قال من نجيب له 150 دولار 150 دولار. قلنا له ما معنا، قال بدكم صوره هلا. بعدين قالني قال لي بس لا تقولون انه انا حابسكم اعملوا. قلت له لا ما انا قال له. انا خفت قلت ما راح اقول لهم. قال له شو عمل فيك؟ قلنا له كنت عم حوش كرز وعطني الجرح. شو مجرم؟ ما سوى بينا العمال. هو اصلا طلع انه عاملينه مره بس السنه الماضيه مع حدا ثاني. ايه مع عالم ثاني سوريين. كنتوا عارفين؟ نحن لا بس شفناه على الفيسبوك. معذبينهم هسه اكثر منا. انت مين خاله وبتبن؟ حشيش. اسمع في ولد ثاني. لأن نحن بالشخصية الثانية كنا قاعدين هون باي الفيسبوك وقت علينا الخيمة، عم صرنا ننام بالليل هون قد ما في شغل. كمان أختي الصغيرة وقعت بدر هون ماتت، وقعت هون. ما بدي صالح، بدنا نضلنا هيك عم نشتكي عليهم. لو صالحهم وطلعوا من السجن بدهم يعذبوا عالم غيرنا كمان، هيك لا يصير معهم. حبيبي حبيبي كنت أحب اليوم مال عني، عيني غريب وغريب وبحياته عيني بمل عني، ندرت لك دليل تصير بمل عني مثل دقات قلبي للحبايا يا بي يا بي.